رمضان إلى خصوصية خاصة من ناحية الدراما والبرامج والمسلسلات والكوميديا وإلى آخره. شو تضيف نكهة الدراما تحديداً؟ شو يميزها عن باقي الأيام اللي تظهر بها الدراما خاصة رمضان تكون؟ شهر رمضان الكريم علينا وعلى العراق العظيم، حياك الله، وعلى كل أبناء هذا الشعب المجاهد الذي يصنع ملحمة تاريخية الآن. شهر رمضان إلى خصوصية ليس الآن، وأنا لا أدري وأنت تقرأ التقرير لماذا انزاحت بها الأيام إلى جنوب العراق. هناك تختلف أيام رمضان عن الأيام في بغداد، وخاصة في مدينتي على أقل تقدير الناصرية، حيث تبصق مجموعة لعب وتراثيات لا أدري لماذا تخفلها التلفزيونات العراقية وهي حقيقية، منها مثلا شغلة القصخون التي اختفت حتى من مقاهي بغداد بعد أن كانت شائعة في شهر رمضان، وهناك لعب غير المحابس من الصقلة وعظيم الضاع وما إليه من اللعب البسيطة المبتكرة والتي تبقي الشباب مجدودين إلى شهر رمضان حتى وقت السحور، بعد الفطور دائما، حتى بعد طبعا بعد الفطور وحتى وقت السحور. غير هذا أن في الجنوب لم تكن هناك بقلاوة وزلابية ومن هذه الأشياء، كانت هناك حلاوة طحينية ومهيلة تصنعها الأمهات عصرا، ومثل ما تفضلت تتوادنها البيوت لتهيئ دائما للشباب. أما كبار السن فالسلوى في المضيف هي حكايات التاريخ، ما الذي حدث، وحتى أن رمضان في الكثير من تواريخ أهل الجنوب أصبح تاريخا لحادثة ما، لزمن ما، تستعاد كل عام وكأنها مسلسل تلفازي يحل علينا دائما.